بعد اثارتها تحت قبه البرلمان امس تفعلت قضيه وجود شبهات فساد في تعيين الالاف بوزاره المياه وفقا لنظام شراء الخدمات مجدده الحديثه عن ملفات اخرى في الوزاره تحمل شبهات فساد اكثر اثاره للراي العام وابلغ تاثيرا على موارد الدوله. اذا يحول وزير وزير المياه والري السابق الى دائره مكافحه الفساد. الى دائرة مكافحة الفساد ملف عنوانه التعيينات على نظام شراء الخدمات في وزارة المياه، وهو ما أثاره نواب على مستوى الوزارات والدوائر الرسمية بمختلف اختصاصاتها قبل أن يتركز الحديث على وزارة بعينها. تم الضغط علينا أنه لازم نجدد لهذول الناس لأنه ممكن يصير في عنا اعتصامات وحركات في مناطق ال تم الضغط عليك من مين؟ من اشخاص سيدي، من اشخاص وللان بعدهم اشخاص نافذين يعني؟ طبعا يعني احنا بنحكي عن عن فريق وزاري، بنحكي عن حكومه، الان في تخوفات انه يكون في عنا اعتصامات، حركات، متعطلين، يعني ما شابه تم الضغط عليك من داخل الحكومه؟ نعم، تم الضغط علينا وبالتالي انا احلت هذا الضغط الى مكافحه الفساد، القضية أثارت شجون الحديث عن ملفات متشعبة في الوزارة، تحوم حولها شبهات فساد وفي فترات زمنية مختلفة. هذا الملف سيدي كشف لنا خطوط وشبكات التجاوزات عندنا بقطاع المياه، واحنا طبعا قطاع المياه، قوى شد الأكسس سيدي والناس المنتفعين والفاسدين بهذا القطاع، هذا الملف كشف لنا هذه الخطوط ولحسن حظنا قدرنا نطلع على قضايا ثانية وتعاوننا مع الجهات الرقابية وحولنا عشرات القضايا بملايين الدنانير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكدت تسلم الملفات محل الشبهات وأن الإجراءات القانونية ماضية في طريقها حسب معلومات الهيئة بأن النيابة العامة قد طلبت الإذن وفقا للإجراءات الدستورية بأن تطلب مطول المعنيين سواء كان وزير او مدير دائره او مدير اداره موارد بشريه او اي شخص معني بهذه الملفات محطات جديدة في عملية مكافحة الفساد ربما تكشف في قادم الأيام عن حقائق كبرى في ملفات المياه المثقلة بسيل من التساؤلات على ألسنة المواطنين